شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم. في البداية مثمن الدور القائمة به قطاع الاقتصاد والمالية، لأن فعلا فيه تحسينات على مستوى القطاع اللي له، ولهم سنوات متالبين اللي رفرهم فيه من أجل تحسين التسيير، وظاهر لأن فما نتائج ملموسة في الصدد له اللي خص توفى متابعتها والرقابة على الآليات المديونة المطروحة، لكن يعود ما يخلق ما تضرر ما تعرضوا المشاكل بدون ما يكون يتم عصفي في بلي 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 رجلي للآلية المديونة. يعني كيف دائما نقول هذا القطاع، انه قطاع طبعا دوره مهم في سياسة البلد، وانه هو قاعد هو لنير دو لاغير ان رياليتي، هو اللي حصل موارد داخليه وخارجيه وتعبئته من اجل وصول لاهداف التنميه اللي ديالها تدعى عند الحكومه. يا غير دائما كيف نقول ان فم روايه ميزه مهمه هي اللي دائما تفشل سياساتنا. شنو هي لي فارياسيون؟ قالوا لي فارياسيون، اي لي فارياسيون؟ احنا كل عام جينا ميزانيه وكل عام نصوتوا عليها ونقول انها فيها فايض، ونقول انها يغار في النهايه، لكن يعدل بها دائما يعدل شيء، ما يتحد يقول ما يعدل شيء، يغار يعدل كان قد يعدل له قد احسن واكثر واشمل. قال له كان خلق تقييم للدور اللي ان يوتيليزاسيون افيسيانت دي ريسورس، وخارج فرق بين الافيكاسيتي والافيسيانس. الافيكاسيتي يقدر يجيك بعض لا يقتل الذنبانه يخبطها بمرته ويذكرها، يا غير اللي قد يطلع صليه في تاكس، لكن اول شيء الافيكاسيتي، الافيسيانس يطلع صليه في تاكس وتموت ما خلق تكاليف كبيره. اذا نختار نعودوا نركزوا على الافيسيانس بدل من الافيكاسيتي. طبعا نختار نقول ان رئيس الدوله انه قال سنه 2015 انها سنه التعليم، وقطعا خلقوا بنيانات ياسر البنايات قد يعود. يا غير التعليم بس من حين تولد الدوله تقول التعليم لا يعود سنته هو العام، الان بود وحده فيه 92 عجز من القراي، 92 قراي خاصين اليوم في مدارس مفتوحه فيها خاصه 92 قراي، لكن اتصلت المفتش وقال ان العجز الديفيسيت هذا كثر من دوز، ومد ما تاثير التعليم الاساسي معناها ان التعليم اصلاحه الاخر لا يتم هذا لا من الافيسيانس اللي نقول انها يلا تعود تركز عليه. نختار الزراعه دائما ماني جاي ليها لان مازال فات ما هي المعنيه، غير نختار بعد نقول ان منطقه تنبود للعام ما فيها ان فيها نقص كبير في الزرع، ما 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 ويلا الدوله ذاك البلان ديرجانس وقال عندها تبوب هذيك المنطقه هذه هي ولا يوقع نبود وحده، ظاهر انك منطقه تافطوط كامله بصفه عامه فيها عجز كبير في المياه. فما مشروع افطوط الشرقي الكبير الصا وكانت مهم عند الدوله ومن مشاريع اشتركت ايران كاع، يا غير هذا المشروع يواجه السيد الوزير يحتاج الى فارياسيون، لكن نعرف هو فعلا جاء وبوب لنا 500 قريه، يا غير 500 قريه لكن فات تشرب منها قليل، وحتى انهم اللي المناطق حتى خلقت فيه قاع قبن بعض من الجهات اللي كان اللي جبروا وحدين قرب ما جبروا، وقد طرحت قضيته مرات ولاني انا فتر نطرحها دور التملا نطرحها، قد اتصلوا بي وحدين ديزاتريبيتير السيد الوزير قالوا جبروا ترى من 1996 واعطيها وزير الماليه وعقب تعت متناقضه مع الشتراب اعطيها حاكم، وعندي انا مقطع من 1996 هما يحانوا الى الان، وعندي انا المرحله الاخيره وخطروا انهم لا يحولوا ونختار نعرف ذاك الملف منين الحق، كانوا على قد الجامعه انهم يتخلوا عن ذاك ويقيسوا الجامعه نختار نعرف ذاك. ثم السؤال طرحته الشفهي السيد الوزير سابي فرغني الوقت اختاروا تو تقولوا لي فيه هذا اللي قالوا لا ستركتير ديكو دي بري دو بترول، هو فيه طبعا ضرائب دوان وذيك هي 77 وقية لليتر الواحد و44 من لا تي في، ضرائب ذيك هي واضحة ومعقولة. خالد شين قالوا لي ساج ربح 82 وقية، ما عدلتوه ضريبة، ما زدتوا به عدلتوه زدتوا تو دو لادوان ولا دو لا تي في ولا رواية، لكن يعود مشرع، احنا نعرفوا انه لا يغيب جينا في ان فون في الفون دافيتاسيون سبيسيال، يا غير كاع هو تو من تراكانكم مخولين، الحكومه كانت مخوله لا تقبل شيء ما فات خاض وشرع بصفه اللي طريقه التشريع، نختار نعرف موقفكم هي 82 وقيه اللي تقبل بكل لتر، ولا هي جاي ما هي ضريبه ادوان ولا هي تي في ا ولا هي ضريبه مناصنه اللي هي القوانين المعروفه، نختار نعرف شنو مبرراتكم، ومن تراكان العدو بدل ما كنتوا داعمين
درك الدعم ما محتاج لي غير ربح مولي مالا مطلوب الدوله مالا تربح للمواطن يلا تو دايت بابا نشي تو معلن واخذ الغرفه والله ود مبرر والله بربين بان انا ريتي ولا انت نايم مؤخر متدخل الاخير سابق رئيس اللجنه الخليل ولا طيب وجده متاخر قد يسمح له اللي كان المريض مشي اخذ قدام عيطت لكم كنتوا غايبين والله كان عندي مريض مشيت وصار طب يمكن شيء.